محافظ صلاح الدين يعلن الحداد الرسمي وتعطيل الدوام على شهداء الناصرية، ومجلس عزاء في تكريت على أرواح الضحايا. محافظ صلاح الدين غير راض عن إجراءات السلامة برتبة العزل لمصابي كورونا بالمستشفى العام، ويرفع التأهب لأعلى مستوياته. مؤتمر دولي لإعادة تأهيل النازحين ودمجهم اجتماعياً في صلاح الدين، وفرع التجارة بالمحافظة يباشر توزيع السلة الغذائية الجديدة. شهداء الناصرية يحركون المياه السياسية والأمنية الراكدة، وتقرير يكشف عن علاقة بين الحرائق وضغوط متضررين لتأجيل الانتخابات البرلمانية. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أعلن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مستشفى الحسين في محافظة ذي قار، كما وجه لتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ابتداء من الأربعاء 14 وحتى الجمعة 16 من تموز الحالي. تضامناً مع أهالي ضحايا فجعة مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، أقام شيوخ ووجهاء العشائر وأهالي تكريت مجلس عزاء على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحريق الذي طال المستشفى، وعبر الحضور عن خالص تعازيهم لذوي الشهداء، معربين عن تضامنهم مع أهالي الضحايا ووقوفهم معهم في هذا المصاب الجلل، داعين الحكومة المركزية إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين. وأقام عدد من المصلين في محافظة صلاح الدين صلاة الغائب على أرواح ضحايا ذي قار، وفي سامراء ابتهل المصلون إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. تفقد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل في ساعة مبكرة شعبة رتبة العزل للمصابين بوباء كورونا في مستشفى صلاح الدين العام، واطلع على إجراءات السلامة المتخذة والخدمات الطبية المقدمة للراقدين، ووجه المحافظ لصيانة دورية لمنظومات مكافحة الحرائق بالمستشفى، وأمر مفارز الإطفاء التواجد بالقرب من الرتبات التي يستخدم فيها قناني الأكسجين تحسبا لأي طارئ، ورافق المحافظ في زيارة قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني. شنو هذا؟ هذه منطقيا وطبيا هاي شيء ما جاهز، هيج مستشفى بهيج حجم هاي تعتبر عاشرة قوي المفروض بهيج امكانيات ما ممكن يكون بشغل قناني، هاي لازم اكسجين مركزي، انت المريض مثل هذا لو تساله عقب اليوم يصرف له 10 قناني او اكثر. هذه طبيا مهزله تعتبر. ليش؟ لان لابد اكسجين مركزي لمريض يحتاج اكثر من 2 مليون لابد زباله. تدري احنا تدري كورونا ايش قد صار لها؟ هذه كورونا صار لها سنه، لا صار لها سنه وشوي بالشهر الثاني العام. وين يعني احنا وين الاجراءات؟ وين الشغل؟ سوينا احنا؟ فهذا الشغل مال القناني الكارثي. جزء شفت انت المشكله مال البارحه اللي صارت بالناصريه، الكارثه اللي صارت بسبب هاي السببها. شخصيا طبيا ماكو هيك مؤسسه ما لازم بدون اكسجين مركزي، هاي ما ممكن. يعني إجراء بدون أكسجين مركزي. برعاية وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، وبحضور نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أقامت محافظة صلاح الدين مؤتمر دور القيادات الدينية وعلماء الدين في تعزيز السلم المجتمعي وعودة اندماج النازحين من أبناء المحافظة. وشارك في المؤتمر النائب الإداري لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب وجمع من علماء الدين بصلاح الدين، وتمت مناقشة تعزيز أواصر التماسك المجتمعي وعودة النازحين ودور القيادات الدينية في مكافحة التطرف وأهمية الخطاب المعتدل في تعزيز السلم الأهلي.
أكد مدير قطاع توزيع كهرباء قضاء بيجي المهندس باسم حسين استمرار العمل في تأهيل شبكة الكهرباء بالقضاء والمناطق التابعة له ضمن حملة العمارة التي أطلقها محافظه صلاح الدين، فيما طلب الأهالي الحكومة المركزية زيادة حصة بيجي من الكهرباء وإعادة إعمار محطات الطاقة الثلاث في القضاء. ضمن حملة إعمار بيجي الأخيرة التي أطلقها السيد المحافظ المحترم، تم تأهيل الشبكة الكهربائية في مركز القضاء، ومستمرين بتأهيل الشبكة وإعادة الشبكة الكهربائية ونصب محولات في مركز القضاء ما يقارب 40 محولة، والأعمال مستمرة بإعادة الشبكة الكهربائية. حاليا مركز القضاء نسبة الإنجاز نسبة مرضية جدا، أما بالنسبة للقرى والنواحي إن شاء الله في قادم الأيام ستكون لنا هناك أعمال بتأهيل الشبكة الكهربائية ونصب المحولات لفك الاختراقات. قليل حصة الكهرباء قضاء بيجي، يعني ايش قد هو قضاء بيجي يعني يعطونه 20 ميجا حصته، وهي حصته تقريبا فوق ال 120 ميجا المطلوب، يعني المفروض ف 20 ميجا ما راح تسوي شيء للقضاء، والقضاء كبير وقضاء تدري انت مدمر ومنكوب. طالب الحكومة المركزية ب شو اسمه زيادة كمية الطاقة الكهربائية القضاء بيجي، طالبهم عندنا بإعادة الطاقة الحرارية، الطاقة الغازية، الطاقة المصرية. قضاء بيجي يمتلك ثلاث طاقات كهربائية، بس ماكو أي أعمار، يعني من بعد تحرير 2014 أي أعمار بالطاقة الكهربائية بقضاء بيجي ماكو. تجهيز الكهرباء غير كافي بالمحافظة وبالقضاء، يعني احنا بعموم العراق الكهرباء غير كافية، يعني المواطنين في كل المحافظات تشكي من قلة الكهرباء وتوفيرها. أما بالنسبة لحماية الشبكات الكهربائية، الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية جاي يعني دا تحاول حمايتها بكل وسيلة، بس أنت تعرف إحنا العمليات التخريبية والإرهابية اللي جاي طول محافظاتنا في كل مكان، وأنت تعرف امتداد الأعمدة الكهربائية بين المحافظات تمر مناطق صحراوية. باشرت الشركة العامة للمواد الغذائية فرع صلاح الدين بمشروع تجهيز السلة الغذائية للمواطنين، والتي تتضمن مواد السكر والزيت والرز والمعجون والفاصوليا والحمص. وأوضح مدير الفرع حسين محمود عواد أن المواد ستشمل المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية. على بركة الله باشرت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في صلاح الدين بتوزيع مفردات البطاقة التموينية الخاصة بالسلة الغذائية. اليوم تكون الحصة الأولى من برنامج السلة الغذائية الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء بقراره المرقم 160، الذي تكفلت وزارة المالية وزارة النفط بتوفير التخصيصات المالية. اليوم وزارة التجارة باشرت بتوزيع المفردات البطاقة التموينية، وهي من نوعيات ومناشئ عالمية رصينة جدا. الرز بسمتي نوعية درجة أولى، كذلك مادة معجون الطماطم التركي، وكذلك مادة السكر والزيت والفاصولية والحمص المجروس. اليوم بداية بدأنا من قضاء الطوز وآمرلي للمناطق الأكثر فقرا، ثم نبدأ في جميع المحافظة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. راح يكون هناك استقرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية خلال الأشهر القادمة، علما أن هذا البرنامج راح يكون إن شاء الله لعدة سنوات. فهناك وزارة التجارة وضعت خطة استراتيجية لتوزيع المفردات بشكل منتظم وميسر. حقيقة المبالغ ما صار بها أي ارتفاع أو أي صعود ملحوظ بمفردات البطاقة التموينية، نفس السعر القديم. شكلنا لجان لكل الأقضية والنواحي من موظفينا المميزين لمتابعة الوكلاء وتجهيز المواطنين، كما ندعو الأخوة الوكلاء في عموم المحافظة إلى إعادة ترتيب محلات وكالاتهم بشكل يليق بالمفردات البطاقة التموينية الجديدة.
أفادت خلية الإعلام الأمني تمكن قوى مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على 2 من المطلوبين وفق المادة الرابعة إرهاب في منطقة مكيشيفة شمال سامراء. وأوضحت الخلية أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة أصوليا لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما. دعا موظفو مكتب مفوضية الانتخابات في ناحية يثرب المواطنين إلى الإسراع بتسلم بطاقاتهم البيومترية، مشيرين إلى أن هناك عزوفا كبيرا من الناخبين ما سيؤثر في نسب الإقبال ونتائج الانتخابات. الزميل عبد الجبار مهدي زار المكتب وأعد تقرير التالي. مراكز سجل الناخبين مستمرة في أعمالها يوميا بعد أن دعت مفوضية الانتخابات المواطنين لاستلام وتحديث بطائقهم وبياناتهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات للانتخابات المقبلة التي سيشهدها العراق هذا العام. بطاقات البيومترية المحدثة منذ عام 2017 عزوف الناخبين عن المراجعة عن استلام بطاقاتهم الانتخابية. توجد لدينا بطاقات كثيرة بيومترية اللي هي بين قوسين أم الصورة. الرجاء من المواطن الكريم أنه يتعاون مع المفوضية بغية استلام بطاقة الناخب، والتسهيلات من قبل مجلس المفوضين ومكتب انتخابات صلاح الدين للناخبين تسهيلات كبيرة. إذا كان فاقد بطاقته القديمة اللي ما تحمل صورة بإمكانه أن يعمل داخل المفوضية إخبار وتعهد، وبإمكانه أن يستلم بطاقته، وكذلك بإمكانه أن يستلم عن ذوي عن أهله اللي موجودين وياه ضمن البطاقة التموينية، شرط أن يستصحب معه المستمسكات الأصولية. كوادر وموظفي تسجيل مركز الناخبين في يثرب وبدورهم أكدوا أن بعض المواطنين عزفوا عن استلام البطاقة البيومترية، داعين للتعاون مع الكوادر في المراكز الانتخابية وانتخاب من يمثلهم في الانتخابات المقبلة. حاليا عندنا بطائق، يعني نحث المواطنين على استلامها، وعندنا فرق جوالدة تطلع يعني وبطائق يعني عدد مثل ما تشوفون. هاي بطاقة بيومترية كاملة، اللي عنده بطاقة بطاقة ومستمسك، واللي ما عنده موجودة هنا اخبارات، سوى اخبار ونسلم لها اعتبارها صارت مستمسك رسمي. يعني حثة وما يتأخر، يعني حتى إذا يجي يعني شقد يتأخر 5 دقائق ما يتأخر إن شاء الله. ودا تطلع عندنا فرق جوالة للبيوت وللجوامع وللمدارس لتسلم البطائق، بس رغم هذا عزوف من الناس باستلام البطاقة. ثمن جهود كادر مفوضية مفوضة انتخابات بتعاملهم مع المواطنين السلس والتعامل الإيجابي مع كل المواطنين، وتقديم التسهيلات لكل مواطن راجع. وما اعتقد شفنا يوم فد خلل بدر منهم او شيء من بدوا لحدانا، ودوامهم مستمر طيلة يوم الاسبوع حتى الجمعه. مرات القاهم انا هنا، تعاملهم كلش زين، فرق جوال عندهم جاي تشتغل، وجا دائما اشوف يعني الموظفين بالشارع، يعني يسال المواطن اذا عندك بطاقه ما محدث او كذا وعندك خلل، فاي يعني دائما هم اللي يبادرون ويا المواطن قبل ما هو يجي يراجع على شغلته. من ناحية يثرب عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. شيع أهالي الناصرية شهدائهم الذين سقطوا في حريق مستشفى الحسين، وخيمت أجواء الحزن والأسى على وجوه المشيعين وهم يودعون فلذات أكبادهم، حيث أقاموا صلاة الجنازة على أرواح الشهداء، داعين الحكومتين المركزية والمحلية إلى الإسراع بالكشف عن أسباب الحادث ومحاسبة الجهات المقصرة. يما محمد حازم سلام نسيت.
أعلنت وزارة الصحة والبيئة الإحصائية الرسمية لعدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار، وذكرت في بيان أنه بعد إتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة بلغ مجموع الشهداء 39 شهيداً معلوم الهوية و21 آخرين مجهول الهوية. وأضاف البيان أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية، وسيتم إعلان ذلك حال استكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة. لا يخفي سياسيون عراقيون ومراقبون قناعتهم استحالة تصديق روايتي التماس الكهربائي وهيترات الكهرباء في حرائق المستشفيات، لأن الأهداف ومناطقها مقروءة بعناية وفيها تسقيط سياسي واضح حسب جهة النفوذ على الأرض، موضحين أن إحراج الحكومة هدفه التلاعب بموعد الانتخابات لا إسقاطها. وأشاروا إلى أن الاحتجاجات الشعبية وسوء الخدمات أفقد الكثير من القوى السياسية قدرتها على الإقناع، وبالتالي فقدان قاعدتها الجماهيرية، وبالنهاية ليس من مصلحتها إجراء الانتخابات في هكذا متغيرات خطيرة. ويتوقع السياسيون والمراقبون مواصلة الكاظمي التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، قناعة منهم بصعود جيل جديد من السياسيين ليسوا منغلقين على الاستهداف والتسقيط، بل يؤمنون بأهمية تغيير القيادات والأجندات إنصافا لشعب لم يعرف الاستقرار والعيش الآمن بسبب تناحر سياسيين على لقمة عيشه الكريمة. أجلت المحكمة الاتحادية العليا موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى 24 من الشهر المقبل. وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية للعام الحالي. أثارت حركة الرابع عشر من تموز الخلاف عن طبيعتها، وبالتالي تسميتها لا يزال مستمراً. منهم من قال إنها ثورة، والنصف الآخر قال أنها انقلاب أسود، فهذا الحدث له أنصاره وخصومه، حيث أجرى تغييراً جذرياً في النظام وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسبب في ذلك يعود إلى الحدث ذاته والذي أخذ شكل انقلاب عسكري وثورة شعبية في لحظة تاريخية واحدة ومنذ اليوم الأول، ما أثار ولا يزال يثير جدلاً حول طبيعتها. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل أحمد صلاح الدين. يختلف العراقيون في تسمية ثورة الرابع عشر من تموز، فهناك من يراها ثورة قام بها مجموعة من الضباط الأحرار، ومنهم من يراها مجزرة ونكبة أطاحت بالعهد الملكي. وفي هذه الذكرى تمر بها موجة من الاختلافات بين مؤيد يعدها ثورة حقيقية أنقذت الشعب من عبودية الإقطاع وتبعية الاستعمار، وبين ناقد يحسبها انتكاسة، وهو اختلاف طبيعي ناتج عن اختلاف وإيديولوجيات الكثير من العراقيين. هذا الحدث السنوي عاد من جديد ليعلن تجدد الجدال حوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم انقلاب تموز الأسود. ويرى مختصون بهذا الشأن أن العهد الملكي لم يكن شرا كله كما يدعي بعض أنصار الثورة، كما لم يكن خيرا كله كما يدعي أنصار الملكية. وفي خضم الاختلافات الحاصلة بين مؤيد ورافض بشرائح المجتمع المختلفة، فهناك مشكلة كبيرة تواجه الجيل الجديد الذي لم يعش تلك المرحلة ولا يدركون شيئا عن هذه الذكرى، كون أن صورة وأحداث الثورة بحقيقتها لم تصل بشكلها الكامل إليهم، وتم نقلها حسب مزاجيات من نقلها وتأثر بها وبأحداثها. ما يهم الشعب هو ليس الاختلاف على التسمية وما تسببت به هذه الثورة، سواء أكان خيرا أم شرا، فهذا تاريخ كتب في صفحات العراق، بل أن نستلهم الدروس والعبر من جميع هذه الأحداث والصراعات،
وتكريسها في مواجهة الصعاب والتحديات الراهنة والتغلب عليها برص الصفوف وتوحيد الكلمة للمضي قدما لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أطلقت الشركة العامة لتجارة الحبوب مستحقات جديدة للمزارعين مسوقي المحصول للعام الحالي، وبيّن وزير التجارة علاء الجبوري أن الدفعة الجديدة تمثل 235 مليار دينار عراقي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية، وهي تمثل الدفعة الثالثة من مستحقات هذا العام، مشيرا إلى البدء بتوزيع المبالغ بين جميع المحافظات وبين مراكز التسويق، مع أفضلية لبعض المحافظات المسوقة في بداية الموسم التسويقي. اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي جماعات مسلحة بتنفيذ الكثير من الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وقال كيربي أن البنتاغون قلق من خطورة هذه الهجمات التي يمكن أن تكون قاتلة وهي تأخذها على محمل الجد. وجدد كيربي تأكيد حق بلاده في الدفاع عن نفسها، مضيفا أنه يعود للقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديد متى وكيف يستخدم هذا الحق. شدد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على ضرورة التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة لمنع عودة ظهور التنظيم، وقال التحالف على تويتر أن تعاويننا المستمر مع شركائنا من القوات العراقية والبيشمركة في هزيمة داعش أمر ضروري لمنع عودة ظهور التنظيم، وأضاف أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمواجهة داعش الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب أمر ضروري لنجاح مهمتنا والحفاظ على شركائنا وتعاوننا. أحبطت هيئة المنافذ الحدودية هدرا بالمال العام في منفذ طرابيل الحدودي، وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم ضبط حاويتين في المنفذ خارج الحرم الجمركي، وتبين من خلال إجراءات المتابعة والفحص والتدقيق وجود اختلاف في الوزن المصرح عنه ونقص في الأوراق الرسمية للحمولة المكونة من مواد غذائية وأصباغ مائية سببت هدرا في المال العام. تشير التنبؤات الجوية إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة في مناطق العراق نتيجة اشتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا، وأشارت التنبؤات إلى أن هناك توقعات بتقلبات حركة الرياح بدأ من يوم الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن معدلات الرطوبة النسبية ترتفع معها على فترات خصوصا في مناطق الجنوب، وتابع أن الإحساس بالحرارة سيكون عال وأجواء مرهقة وحارة متوقعة في الأيام القادمة بسبب سكون الرياح. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. العبادي وبرزاني يؤكدان قدرة البلاد على النهوض مجددا بمرحلة جديدة، وقباد طالباني يطمئن الأسواق ستكون أكثر حرية بإقليم كردستان، والأضاحي مبادرة كردية إماراتية مشتركة للنازحين واللاجئين بمناسبة العيد. السعودية تنهي استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم استثنائي، والإمارات تفتتح رسمياً سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي. جرحى في مواجهة بين الشرطة وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. أثيوبيا تعرقل وصول المساعدات إلى 4 ملايين شخص في منطقة تيغراي. فرنسا تحيي عيدها الوطني بعرض عسكري في جادة شانزليزيه بباريس رغم المخاوف من متحور دلتا.
أهلا بكم من جديد. التقى رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني بزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي في أربيل، وأكد على قدرة البلاد على النهوض مجددا بمرحلة جديدة. وذكر مكتب العبادي في بيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والرؤى لحل الإشكالات العالقة، وأهمية أن تستمر الحوارات بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية لبلورة الحلول والعبور بالبلاد من التحديات التي يواجهها. وتم بحث ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة وضرورة توفير الأجواء الصحية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المحدد للتأسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار وتوفير متطلبات العيش الكريمة للمواطنين. قال قباد طالباني نائب رئيس وزراء أقليم كردستان أن السوق في الإقليم ستكتسب حرية أكثر وستشهد منافسة شريفة وحركة بالأعمال، وذلك خلال لقائه التجار في محافظة السليمانية. وتحدث عن القطاع الخاص قائلا أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لتقوية هذا القطاع، وأن يساند القطاع العام في توفير فرص العمل وأن ينشط البنية التحتية الاقتصادية. وشدد طالباني على أنه لا يمكن السماح لأحد التدخل في شؤون التجارة ويحتكر السوق، مؤكدا على أن واجب الأجهزة الأمنية هو توفير الاستقرار وحفظ حياة المواطنين، وينبغي لهم تجنب السياسة والصراعات الأخرى. وأشار إلى أن تقليل الروتين في الدوائر والمؤسسات الرسمية وخطة الحكومة للقضاء على الروتين عبر تمشية الشؤون التجارية التجارية ومعاملات المواطنين بشكل عام. أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة الأضاحي لتوزيع اللحوم على النازحين واللاجئين والفقراء في الإقليم بمناسبة حلول عيد الأضحى. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الإقليم وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين ممن لاذوا بكردستان منذ سنوات. وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد أنه تم رصد 130 ألف دولار لتقديم الأضاحي لآلاف الأسر في الإقليم، وتابع مستمرون من خلال الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم للنازحين واللاجئين فضلا عن سكان الإقليم من ذوي الدخل المحدود. اليوم وجودنا تأكيد على أن استمرار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وحرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مد يد العون لجميع دول العالم وبالأخص إلى النازحين واللاجئين. اليوم استضافة إقليم كردستان العراق لمجموعة كبيرة من النازحين واللاجئين يعكس دلالات كثيرة. أولاً البعد الإنساني لاستقبال اللاجئين والنازحين، وكذلك البعد اللي هو اللي في بعد تسامح، وهو كلها دلالات مشتركة تجمع دول العالم وبالأخص قيم وقيم الإنسانية الموجودة لدى قادة إقليم كردستان وشعبها الكريم. اليوم إعلاننا هو إعلان اللي هو أضاحي، ومشروع الأضاحي طبعا راح يكون يلبي إن شاء الله احتياجات مجموعة كبيرة إن شاء الله في إقليم كردستان من اللاجئين والنازحين وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية. تأكيدنا اليوم أن استمرار الجهود استمرار التعاون هو تأكيد على مدى العلاقات اللي تجمع، وهي علاقات قوية بين قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة إقليم كردستان والعراق بشكل عام. وجودنا اليوم تأكيد على استمرار الدعم، وإن شاء الله يكون مشاريع تنموية تم مناقشتها اليوم مع مؤسسة بارزاني إن شاء الله يكون لها إن شاء الله تفعيل أكبر خلال الفترة القادمة. أشكر وجود وسائل الإعلام اليوم في هذا المؤتمر، وشاكر الشكر الكبير الموصول إلى طبعا قيادة إقليم كردستان وإلى مؤسسة بارزاني. شكرا جزيلا.
أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وفرضت حزمة من الإجراءات المشددة في محاولة منها لاحتواء وباء كورونا وحماية الزوار. وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قبل أسابيع أن مناسك الحج في مكة المكرمة ستقتصر على 60,000 من سكان المملكة الملقحين ضد فيروس كورونا. وقالت الوزارة أن أعمار الحجاج يجب أن تتراوح بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب إداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة. وفي العام الماضي شارك نحو 10,000 مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019. وسيتم استخدام بطاقة ذكية من قبل جميع الحجاج والعاملين، مما سيسمح لهم بالوصول إلى الخدمات والمخيمات والفنادق ووسائل النقل. ويعد الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هيرتسوغ، ويقع مقر السفارة في قلب المركز المالي لإسرائيل، ما يعكس الدور الذي لعبه التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ نحو عام وحتى اليوم. وقال السفير الإماراتي لدى الدولة العبرية محمد الخاجة خلال الحفل: الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان، ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لبلدان داننا ومنطقتنا. ووصف الرئيس الإسرائيلي في كلمته افتتاح السفارة بأنه معلم هام في العلاقات المتنامية بين بلدينا، وأضاف: يجب أن يمتد هذا الاتفاق التاريخي إلى دول أخرى تسعى إلى السلام مع إسرائيل. وقد وقع البلدان منذ إعلان الاتفاق بينهما في أيلول سبتمبر الماضي، والذي تم بوساطة أمريكية، صفقات تجارية تتعلق بالسياحة والطيران والخدمات المالية وغيرها. أسفرت مواجهة دارت في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن سقوط عدد من الجرحى خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي يتهمونه بعرقلة التحقيق. وحاول المحتجون اقتحام المبنى وحطموا كل مداخله وبواباته، كما لجأت شرطة مكافحة الشغب إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز مسيل للدموع. ونقلت وسائل أعلام محلية أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز، في حين أعلنت القوات الأمنية أن الصدمات أسفرت عن إصابة حوالي 20 من عناصرها بجروح. ويأتي هذا التحرك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة. كيف بياخدوا حقهم؟ مين بيعوض عن الخسارات؟ ليه ما بينزل بيحكي؟ ليه ما بيعمل الحق المظبوط؟ حيصير لنا سنة الانفجار، وين الحق؟
وعملوا معروف حسوا منا افتحوا لنا الطريق. ناشد العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة تحسين الوصول إلى منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا بعد أن واجهت شاحنات المعونة الأولى منذ أيام وهي في طريقها إلى العاصمة المحلية ميكيليا عمليات تفتيش صارمة متعددة أخرت وصولها إلى المحتاجين بشكل كبير. وحذر المتحدث من أن برنامج الغذاء في ظل هذه القيود لا يأمل في التوسع ليصل إلى مليوني شخص يحتاجون مساعدة غذائية في تيغراي، موضحا أن المنظمة قلقة للغاية خاصة وأن مخزون الغذاء والوقود منخفض جدا، وأشار إلى أن هناك حاجة لنقل أكثر من 10,000 طن من المواد الغذائية و150 ألف لتر من الوقود أسبوعيا لصالح القطاع الإنساني، وأن تقليص وقت الوصول هو الحل للوضع الإنساني الكارثي في المنطقة. احتضنت جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش، وشارك في العرض نحو 5,000 شخص بينهم 4,300 عسكري سيرا على الأقدام و71 طائرة و25 مروحية و221 آلية و100 حصان من الحرس الجمهوري، وخيمت على الفعاليات مخاوف صحية كبيرة مرتبطة أساساً بتفشي متحور دلتا في وقت تحاول فيه البلاد تجنب موجة وبائية رابعة جراء هذا المتحور الشديد العدوى لفيروس كورونا. وتم خلال الحفل تكريم الوحدات الأوروبية قوة تاكوبا العاملة في منطقة الساحل والتي تنوي باريس تقليص وجودها العسكري فيها. تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يعلن الحداد الرسمي وتعطيل الدوام على شهداء الناصرية، ومجلس عزاء في تكريت على أرواح الضحايا. محافظ صلاح الدين غير راض عن إجراءات السلامة برتبة العزل لمصابي كورونا بالمستشفى العام ويرفع التأهب لأعلى مستوياته. مؤتمر دولي لإعادة تأهيل النازحين ودمجهم اجتماعيا في صلاح الدين. وفرع التجارة بالمحافظة يباشر توزيع السلة الغذائية الجديدة. شهداء الناصرية يحركون المياه السياسية والأمنية الراكدة، وتقرير يكشف عن علاقة بين الحرائق وضغوط متضررين لتأجيل الانتخابات البرلمانية. نهاية النشرة، دمتم بخير، في أمان الله.